الطروحات التي من شأنها تطوير التعليم ومناقشة مشروع إنشاء المجلس الأعلى للتعليم والتدريب الذي اقترحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، وإن ده هيكون زي ضابط للعمليات التعليمية في مصر. هيكون في جمع الجميع الجهات المنوطة بالتعليم في مصر، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم عالي، تعليم فني، وهكذا. الحقيقة الجلسة أنا تقدمت بمقترح إنشاء المفوضية للتعليم. هذه المفوضية يعني تتماشى يعني مع يعني قبل المفوضية كي. أستاذ محمود، حضرتك شايف التعليم وإحنا وصلنا لحد فين، والمرجو إن إحنا نوصل ليه من أجل بناء المجتمع وتنمية كل تفاصيله؟ حقيقة هو إحنا يعني مش عايز أقول لحضرتك، إحنا مؤخرا ترتيب مصر ارتفع بعض الدرجات في فكرة التصنيف العالمي للتعليم، وده برضو ان ده اللي يدل ان في شغل بيتعمل في الوزاره، ولكن هل الشغل ده هو اللي احنا نرجو اليه نرجوه يعني؟ لا يعني اكيد طبعا مش هو، ولكن احنا مع الوقت يعني احنا حاطين خطه لمده 10 سنوات، كل سنتين هيبقى في محاسبه احنا عملنا ايه وما عملناش ايه للنهوض بالتعليم. دي وجهه نظرنا يعني. تمام. طيب لو تحدثنا عن فكره التعليم ما بعد الجامعي وربط التعليم ما بعد الجامعي بسوق العمل، هل هناك رؤيه للحزب في هذا الموضوع؟ طبعا بالتاكيد. احنا عندنا في اشكاليه كبيره حاصله حاليا في المجتمع المصري، اللي هو خروج بعض التخصصات من سوق العمل ودخول بعض التخصصات الاخرى الى سوق العمل، وده محتاج تفنيد ونقول زي كده كلاسيفيكيشن للمهن اللي موجوده والتخصصات. بمعنى مثلا انا خريج كليه التربيه قسم اللغه الفرنسيه، كل سنه كليه التربيه بتطلع في اللغه الفرنسيه مثلا 10,000 خريج، هل سوق العمل يستوعب هذا الكم؟ لا، ولكن انا محتاج افتح مثلا لغه صينيه، لغه المانيه، لغات تانية موجوده يكون من شانها مربوطه بسوق العمل، واخد بال حضرتك؟ دي وجهه نظرنا في الموضوع في الطرح. ده في الحزب. في الحزب. تمام. مثلا في التعليم الفني انا ما عنديش اقسام ليها علاقه مثلا يعني حاجه بسيطه مثلا اصلاح الموبايلات والحاجات دي ممكن تبان صغيره بالنسبه لنا. لا هي مش صغيره، يعني في جلسه الصناعه وتحديث الصناعه كان المحور الاساسي عن اننا ليس لدينا او نفتقر للعماله الفنيه المدربه. صحيح. هل ده برضو في محور التعليم يستحق انه تحويل التعليم؟ انا لست في كدوله في احتياج لهذا الكم الهائل من الخريجين الجامعه. صحيح. في التعليم ما قبل الجامعي ان انا محتاج اعمل التحويل ترانسفورميشن من هنا لهنا. اوكي اكيد 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 مع حضرتك كل الاحترام في وجهه النظر دي. انا دلوقتي لو انا طالب، وده حصل مع احد اصدقائي، هو كان خريج كليه حقوق بالمناسبه يعني باي ذا وي كده، ده جت في بالي، وهو بيشتغل فني اصلاح اجهزه كهربائيه وكده، وجيه عشان يشتغل في في في, في شركه سامسونج، قالوا له انت محتاج شهاده انك تكون بتشتغل في او مدارس حاجه فنيه، فكليه الحقوق كانت عائق بالنسبه له انه يشتغل في الشغل. فلو انا فتحت ده يحصل ترانسفورميشن من الجامعه للحاجه الفنيه، هيجي لي ناس كتيره جدا، بل بالعكس انا محتاج ده دلوقتي.